السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي طلاب الصف الأول الابتدائي، اختبار منتصف الفصل الدروس من 1 إلى 3. السؤال الأول يقول: يعد الطالب الأشياء وينطق العدد ثم يلون مربعات حسب عددها ويكتب العدد. عندي مجموعة هنا، 1 2 3، 1 2 3، عددها 3 أشياء. إذن ألون المربعات 3 مربعات هكذا. طبعا يحافظ الطالب أن لا يخرج الألوان خارج المربعات هكذا. طيب، ويكتب العدد 3، يكتبه العدد 3، 1 هكذا. السؤال رقم 2، يقول: يعد الطالب الضفادع في كل مجموعة ثم يحوط المجموعة المكونة من 5 ضفادع ويضع علامة خطأ على المجموعة، على كل مجموعة مكونة من 4 ضفادع. نذهب الآن ونبدأ العد. يلا، 1 2 3 4، مجموعة من 4 ضفادع، من 4 ضفادع نضع عليها علامة خطأ هكذا. المجموعة الثانية، 1 2 3 4 5، مجموعة من 5 ضفادع نرسم عليها دائرة. نرسم عليها دائرة، نوضح هذا الخط مرة ثانية، علامة خطأ. طيب، المجموعة الثانية، 1 2 3 4، مجموعة من 4 ضفادع نضع عليه علامة خطأ. المجموعة الأخيرة، 1 2 3 4 5، مجموعة من 5 ضفادع نرسم عليها دائرة هكذا. نذهب إلى الصفحة الثانية. السؤال الثالث يقول: يعد الطالب النحلة وينطق العدد ثم يكتبه. عندي 1 2، مجموعة من النحل مكونة من 2، أكتب رقم 2 هكذا. طيب، نذهب إلى الصفحة الثانية. مراجعة تراكمية، الفصلان 1 و 2. السؤال الأول يقول: يصل الطالب بخط بين عناصر المجموعتين المتقابلتين ثم يصف العلاقة بينهما مستعملا أقل من، ثم يحوط المجموعة التي عناصرها أقل. الآن الطالب سوف يقوم بالتوصيل بين كل قلم ومسطرة، يوصل بينهما ثم يصف العلاقة بينهما أقل من أو أكثر من، ثم يرسم دائرة حول المجموعة التي عناصرها أقل هكذا. كل مسطرة أقوم بتوصيلها بقلم هكذا هكذا هكذا. طيب، هنا الأقلام أقل من المساطر، المساطر أكثر من الأقلام بواحدة. إذن الأقلام أقل من المساطر، الأقلام أقل من المساطر. أرسم عليها دائرة، أرسم عليها دائرة على الأقلام هكذا.
نذهب إلى السؤال الثاني، يقول: يعد الطالب الخراف ثم يظلل العدد الذي يمثل الخراف. نعد: 1، 2، 3. المجموعة مكونة من 3 خراف، من 3 خراف. إذن أرسم أو أظلل الدائرة فوق العدد 3 هكذا. نذهب إلى السؤال رقم 3، يقول: يصل الطالب بخط بين عناصر المجموعتين المتقابلتين ثم يصف العلاقة بينهما مستعملا يساوي. نذهب أصل بين كل شجرة وتفاحة هكذا، 1. لا يوجد زيادات في أي مجموعة، إذن المجموعتان متساويتان. نذهب إلى السؤال رقم 4، يقول: يعد الطالب الأوراق ثم ينطق العدد ويكتبه. المجموعة مكونة من 2، 1، 2. نكتب العدد 2. ولهنا ينتهي درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.